قلت صغيري اترك لي اياه ولا الا اترك لي الجوز انا بدكش فيه. السلام عليكم. تعالي قولوا له شو هذا اللي معاه؟ حصة لحمة من عند الدرية خان. حصة لحمة؟ ناقصك لحمة؟ يا رئيسي اتركوا قولوا له ومين اللي عنده ابوك كلب فوت لجوا هذا ليه؟ يلا عمي كل واحد على شغله. يلا شو تكه تكه علقت بحصب رجلي. يلك هي ام حمزه اذا سالتك قولي لها رايحين عند الخياطه. يا على حظي والله ما تبرى الخانه بالله. اهلين ام حمزه، شو هالصدفه الحلوه هاي؟ اهلين بدور، شو كانها هي زمرد كنتي؟ ايه لك زمرد ما غيرها. اهلين مرت عمي. اهلين حبيبتي، شو قصته وشك؟ هي كانه محروق. شو محروق؟ وشي ما فيه شيء. لا ايو شبه وشها ما فيه شيء مثل ليرة الفضة ما شاء الله عليها. والله هي إنها محروقة. ورجيني لك ورجيني والله غليتي قلبي. شو بنا أم حمزة خانوم؟ إيه مو حلوة منك يعني عداكي العيب. نحن واقفين بزقاق، معقولة تكشفي لعن وشها وشعرها هيك؟ بعدين خلينا نلحق نروح عند الخياطة. يلا بخاطرك أم حمزة.